فكرت كارولين وهي تستقر داخل السيارة المرسيدس. طبعا يجب أن يكون شيئا كهذا، سيارة باهظة الثمن مع سائق يرتدي البزة الرسمية ونظارة سوداء تدل على الخصوصية التامة. وأي نوع من السيارات الأخرى تتلائم مع شخصية مثل شخصية أدريانو ساباتيني؟ المثير في الأمر أن أولئك الأشخاص الأذكياء لا يرغبون بأن يتخذوا طريقهم نحو قلب المدينة الصاخب والمزدحم، خصوصا في مدينة ميلانو وفي يوم معين من أيام الأسبوع. مثلها مثل أي مدينة أخرى تستطيع أن تفكر بها. إن هذه المدينة كانت تتشابك بازدحام هائل، فكانت السيارات تتحرك ببطء شديد، بينما المشاة والدراجات النارية التي تملأ إيطاليا كانت تنطلق بسرعة قصوى. تململت كارولين في السيارة بانزعاج. كم هو شيء سخيف أن تفكر في الرجل الذي تمقته وتكرهه. التفتت كارولين نحو أدريانو، كان يسترق النظر من الزجاج الذي يفصلهما عن السائق ويحدق بغضب بالسيارة التي أمامها. قال بعصبية: كان هناك مخرج، ولكن الغبي الذي أمامنا لم يقد بسرعة كافية. منحته كارولين نظرة باردة: هي للحظ التعيس. غمغم أدريانو وعاد يميل إلى الأمام وأقفل اللوحة الزجاجية الفاصل. قالت بتذمر شديد: من الأفضل عدم مراقبتي كيف يقودون هؤلاء الأغبياء سيارتهم، ومن الأفضل أكثر ألا نكون بينهم. كنت على علم وثيقة بأن الشوارع ستكون مستحيلة في ازدحامها الخانق. شكرا لك. وجاء دورها لتتلقى ملاحظة ساخطة منه: الذي فعلا أحتاجه في هذه الدقائق المرهقة هو تعليق سخيف عن ازدحام السير في إيطاليا من فتاة من الغرب الأمريكي الأوسط. ارتفع حاجبي كارولين بحيرة بالغة: لماذا تفكر على هذا النحو؟ رد عليها بلباقة مهذبة: الذي عايش الازدحام الإيطالي الخانق فقط هو وحده يعلق حول هذا الموضوع. أقصد، ما الذي يجعلك تعتقد بأنني من ذلك القسم في أمريكا؟ ماذا تعرف عن الغرب الأوسط؟ إنني لا أجهل شيئا عن بلادك، فقد كنت هناك أعمل لسنين عديدة وكذلك للمتعة. إنني متأكدة من ذلك، ربما إلى نيويورك وسان فرانسيسكو، لكن إلى الغرب الأوسط ليس من الضرورة زيارة ذلك القسم من أمريكا كي يعرف بأنه يشتهر بنساء مثلك. قالت: وكيف أبدو لك يا سمو الأمير؟ كما أنت. قال بنفاذ الصبر وهو يشير إلى شكلها الكامل: طويلة القامة زرقاء العينين، باختصار مثل فلاحة صغيرة وبريئة، وأنا متأكد من أن هذا يكسبك كثيرا من المال. أبعدت نظرها عنه إلى الخارج وقالت ببرودة شديدة: إنك واثق من كل شيء، وبالتالي فأنت مخطئ جدا، لأنني من نيو إنجلاند وليس من الغرب الأوسط، وليس من الضرورة أن تكون إيطاليا لتعرف أن المجيء بالسيارة في هذا الوقت من الفوضى والازدحام هو عمل ليس مستحب. فلو أنك وضعت جانبا ذلك الغرور والغطرسة التي تتحلى بها لكنت استنتجت ذلك واستعملت المواصلات الشعبية. أعرف أن هذا قد يعني الاختلاط في تلك الفوضى التي لا تناسب مقامك الرفيع، ولكن اندفاعها وتوترها الشديدين جعلاه يضحك. هل تتهمينني بالغرور والغطرسة؟ أظن أنه عليك الإصغاء إلى نفسك يا كارولين، وعندها ستعرفين كيف تقومين بافتراضات سريعة لكن غبية. كنت أشير ببساطة بأنه قد يكون هناك وسائل أفضل في القيام بهذه الرحلة اليوم. لا أعتقد ذلك. كان لذلك التصريح البسيط وقع على كارولين أشبه باعتزازه بنفسه وتوضيحه، مما جعل الدم يسري حارا في عروقها، لكنها أطبقت فمها وكأنها تحاول ألا تثيره. تأرجحت كارولين عندما تحركت السيارة بشكل مفاجئ ولمس جسدها ذراع أدريانو، وكان الاتصال سريعا لا أكثر من لحظة، لكنه كان يثير الأعصاب. إذا أنت أمير؟ أمير على ماذا؟ إيطاليا أو ربما أوروبا بأسرها، أو قد تكون أمير العالم وأنا لا أدري. لا شيء كهذا يا سينيوريتا، إنني أمير فقط على كورديا. قالت مفكرة: كورديا،
لا أظنني بأنني سمعت بها. لا، لم تسمعي عنها إلا إذا كنت تلميذة تاريخ، فقد كانت كوردية إمارة لكنها اختفت منذ أكثر من 200 سنة مضت. هذا شيء ساحر، قالت كارولين بنبرة أوضحت بها أن الموضوع يعني أي شيء عدا هذا الذي ستلحق به قولها. تبدو أنها ممتعة، خصوصا أن تملك لقبا لا فائدة منه في هذا العصر وفي أيامنا هذه. اكفهر وجه أدريانو أكثر. المرء لا يملك لقبا، بل يعطى له بالميراث عبر الأجيال الغابرة، قالت وهي تمرر بيدها فوق المقعد الذي صنع من أفخر أنواع الجلود. هي لها من مسؤولية ومن عبء وواجب كبيرين كي... عادت السيارة وقامت بمناورة سريعة هذه المرة وسقطت فوقه تقريبا، لكن هذه المرة كان الاتصال بينهما أكثر اشتعالا. أينبغي على سائقك أن يسرع بهذا القدر المخيف؟ هز أدريانو كتفيه غير مبالي. إنه يحاول أن يصل بنا بأسرع وقت. لماذا؟ لا أظن أنه علينا أن نقطع مسافة أطول الآن، كما أننا لسنا في ميدان لسباق السيارات. تنهد بنفاذ صبر. اسندي ظهرك وحاولي أن ترتاحي يا كارولين، فهذا سيسهل علينا ساعات الرحلة معا. قد تكون أعجوبة لو كان ما تقول، قالت ذلك متذمرة، ثم ثنت ذراعيها ووجهت نظرها إلى الأمام. وعلى أي حال أين تقع شقتك؟ لا أملك شقة في ميلانو. منزلك إذن؟ لا يهمني ما تسميه، كل الذي أريد معرفته هو لماذا يقتضي علينا هذا الوقت كله للوصول إليه. إنني لست أصلا من أهل ميلانو، وكان في صوته نبرة تفرض شيئا واضحا حتى لو كانت أمريكية. لست منها؟ لا، إنني روماني، فقد أحضرت الأميرة إلى ميلانو كي تشارك بالليلة الأخيرة من عرض الأزياء، فالمشاريع العائدة لمساعدة الأطفال هي أفضل ما تحب أن تحسن إليها. نعم، فقد قالت لي ذلك، عبست كارولين وهي تحدق بالخارج، وكان الازدحام قد خف فأخذت المرسيدس تشق طريقها بسرعة، ولكن الشوارع كانت غير مألوفة لها. في أي فندق هي؟ يبدو لي أننا مررنا. لماذا يجب أن تكون في فندق؟ اسمع، هل فاتني شيء؟ إن لم تكن جدتك تنتظرنا في فندق ما، إذن أين؟ إنها تنتظرنا في المنزل، ومنحها ابتسامة باردة بينما صدر عن السيارة هدير مزعج لتنطلق بسرعة بشكل مستقيم وتابع في روما. أحست كارولين بجفاف في حلقها. في روما؟ طبعا، لكنها تبعد عن هذا المكان مئات الأميال. بدا غير مبالي. سنقلع إليها بالطائرة بأقل من... بالطائرة؟ تعني بأننا ذاهبين إلى المطار؟ حتما، فقد تستغرق المسافة ساعات أطول بالسيارة. مالت كارولين نحوه. انتظر لحظة، تبا، انتظر فقط لحظة واحدة، قال وهو ينظر إليها ببرودة أعصاب. لا تكوني فظة في حضوري، قد يكون كلاما كهذا ملائما جدا في العالم الذي تعيشين فيه، لكن في عالمي وفي عالم جدتي على المرأة أن تعرف تماما ماذا تعني كلمة سيدة محترمة. انفجرت كارولين غاضبة. هي لك من مغرور ومتبجح ومبغض، كيف تجرؤ على أن تقوم أمامي بمحاضرات حول ما هو لائق أو غير لائق؟ لقد كذبت علي، تبا عليك، وقلت لي إن جدتك كانت تلهث عندما امتدت يدا أدريانو لتمسكانها من كتفيها. انتبهي للكلام الذي تقولينه لي يا سينيوريتا، فالذي ينتمي إلى عائلة ساباتيني ليس بكاذب. لا، إذن ماذا بشأن تلك القصة السخيفة بأن جدتك مريضة وتسأل عني، وكيف تستخدم سيدة مسنة من أجلي؟ لم أستخدم أحدا، إنني فقط أحضرك إلى الأميرة، والذي تكلمت به حول ذلك العمل السخيف هو خارج نطاق فهمي وإدراكي. طلبت كارولين بإلحاح. هل هو فعلا كذلك؟ وهل لقى ذلك لمخططاتك بعد ذلك الفشل الذريع مساء البارحة؟ فشل؟ عن أي فشل تتكلمين؟ هيا وتوقف عن ألاعيبك الماكرة، لقد حاولت أن تغويني لكن خطتك لم تنجح، لذا الآن
وتتهمينني بأنني أناني كبير، انتبهي لما تقولينه. واشتدت قبضة أدريانو فوق كتفها. أعيد عليك القول وللمرة الأخيرة، لم أحاول إغواءك قط ولن أحاول، لكنك فعلت، وسأكون من الغبيات لو سمحت لك بأن هذا ما يقصدونه بالمرأة المتحررة، وهو أن تتفوه بكلمات مشينة وأن تلطخ شرف الرجل وأن تتهمه بالفشل لأن أنانيتك لم تتحمل المعرفة بأن الرجل لا يريدك. هذا في غاية السخف، إنه قال بتذمر، لو أنني فعلا حاولت ذلك لكنت عرفتي. رفعت كارولين حاجبيها حانقة، أيعني ذلك أن أنهار وأصاب بالإغماء؟ ابتسم ابتسامة صغيرة وتكلم ببطء، يعني أنك أردت أن نقضي الليلة الماضية معا، إنك شيء لا يصدق ومستحيل، إنك لكنت أمضيت الليلة بين ذراعي كارولين. وأمسك بيديها الاثنتين لكنها حاولت التملص منه وقالت، أنت أيها الخبيث الذي لا يطاق، أتنال دائما كل ما ترغب به؟ انطلق ضاحكا، دائما وأبدا، وحاول تقبيلها. كان لصدى قبلته دهشة بالغة في نفسها، وما عدا ذلك فقد أنبأتها غريزتها أن أدريانو ساباتيني ليس بالرجل الذي يفرض نفسه على المرأة. ما الذي أراد أن يبرهنه إذن بأنه يستطيع السيطرة عليها؟ كارولين، همس أدريانو باسمها، ومن دون أن تدري همست باسمه في المقابل. تمتم بكلمات إيطالية، كلمات لم تستطع فك رموزها، ثم حرر لصغها من قبضته وسحبها بين ذراعيه وضمها بقوة نحو صدره ليقبلها. أطلقت كارولين صوتا عبر عن ألم عندما أبعدها عنه. كارولين، كان وجهها متوردا إحمرارا عندما فتحت عينيها. كان يراقبها بعينين ملتهبتين، ليس بعاطفة فحسب بل برضا بارد. قال بهدوء شديد، أرأيت كيف يكون الأمر؟ فلو رغبت في الحصول عليك لكنت فعلت تماما كما فعلت الآن. ثم ابتسم ولامست أصابعه خديها، وكان القرار قد صدر مني لا منك، بأن تمضي ليلة ممتعة برفقتي. أنت كانت ردة فعل كارولين سريعة وأرادت أن تصفعه، لكن أدريانو أمسك بيدها وشدها إلى جانبه. ربما علينا أن نتباحث بالأمور والأنظمة التي ستسير وقتنا الغير مناسب والذي سنمضيه معا إلى أن أعود بك إلى ميلانو غدا. ستعود بي إلى ميلانو حالا، أتسمع ما قلت؟ فلا نية لي من، كرر بحدة، غدا بعد أن تقابل الأميرة وبعد أن تقضي معها وقتا يمنحها بعض السعادة، هل هذا مفهوم؟ من تظن نفسك؟ طرحت علي هذا السؤال قبلا، أخبرتك بمن أكون. وظهرت المتعة واضحة في وجهه، ومع ذلك أعتقد الآن أنه من الأفضل لو تناديني باسمي أدريانو، مفهوم؟ هذا بالإضافة إلى أن جدتي ستتوقع قليلا من الرسميات عندما تكونين في بيتي. لن أذهب إلى روما، من الأفضل أن تفهم ذلك جيدا، كما من الأفضل لك أيضا أن تحرر لصغي من قبضتك الموجعة. أيها، أرى أنك نسيت النظام الأول، لقد سبق وذكرت لك أن تمتنعي عن فظاظتك في الكلام، ربما يرى بعض الرجال الآخرين أن في كلامك هذا إثارة أكبر، خصوصا عندما يصدر من امرأة جميلة، لكن هذا لا يلائمني أبدا. ونظر عميقا في عينيها، سوف تقومين بجهدك كي تعتقد جدتي بأنك سعيدة لرؤيتها مرة ثانية. سأفعل ذلك فقط إن لم يعني ذلك اضطراري لرؤيتك أنت كذلك. قالت له، هل لديك أدنى فكرة كم أكرهك؟ أؤكد لك أن الذي تحملينه لي في أعماق نفسك يرد لك أكثر من أعماقي إن كان يبهجك سماع ذلك. قالت بعنف شديد، أنا لا أفهمك أبدا، إن كنت تكرهني لهذه الدرجة لماذا تصر إذن على اصطحاب عنوة إلى روما؟ وهل من الأهمية حقا أن أسير على خطاك؟
قلت لك أقوم بذلك فقط من أجل الأميرة، إكراما لها فقط. سوف تبتسمين لها وتتظاهرين بأنك آنسة عذبة ساحرة، وبغباء شديد سوف تصدق ما تراه فيك. على أي حال أنا لا أطلب منك الكثير لأنك بارعة في التمثيل، فقد سبق ورأيتك فوق خشبة المسرح تتظاهرين بذلك السحر وتلك العذوبة، بينما أنت في الحقيقة جامدة وفاقدة الإحساس مثل عواصف الشتاء المثلجة، أو أنك تلعبين دور السيدة الجليدية فقط من أجل أن تتصيدي الرجال. ألست على حق؟ لن تعرف أبدا، لأنه بقدر ما يعني لي الأمر وإن لم يتح لي رؤيتك مرة ثانية. نعم هذا جيد بالنسبة إلي، سأعيدك غدا إلى ميلانو، وإن حالفنا الحظ لن يرى أحدنا الآخر مرة أخرى، لكن عليك أولا أن تقومي ما في وسعك كي تسعدي سيدة مسنة تعاني من التعب والإرهاق. هل هذا واضح بما فيه الكفاية؟ حدقت في وجهه لتقول وهل أملك خيارا آخر؟ ابتسم لها ببرود شديد. أرى أنني أوضحت الأمر لك بالفعل وبدأ أحدنا يفهم الآخر، لكن الذي أشك فيه فقط هو أن تكون جدتك قد أرسلتك مع تعليمات مشددة في أن تختطفني وتسحبني إلى روما بأي ثمن. سدد إليها نظرة سريعة. لن تقولي لها هذا، هل فهمتي؟ لا لن أقول شيئا، لكن من دون أي اعتبار لك بالتأكيد. نعم، قالها وهو يميل إلى الأمام ويفتح الزجاج الذي يفصلهما عن السائق، فقد كانا يقتربان من المطار. الذي يتوجب علي إقراره بأن إذعانك للأمر يدهشني، فقد كنت أستعد لأن أقول للأميرة أنك لم تستطيع القيام بزيارتها. نعم إنني أكيدة من ذلك، كما أنني متأكدة بالفعل من أنك تستعد لأن تقول لها أن ذلك لا يهمني سواء كانت مريضة أم لا. بان التعجب على وجه أدريانو. لقد سبق وقلت إنني أدهشك. حسنا إنك لم تدهشني، لم تدهشني البتة، إنك تماما كما تصور لي. ضحك سريعا وقال لا أعتبر أن هذا يعني مديحا. قالت بصلابة لقد اعتبرته على نحو صحيح. وخيم صمت قليل ثم نظرت إليه لتتابع. لم تفصح عن كم من الوقت ستستغرق هذه الرحلة؟ رد من دون مبالاة بمشاعرها. الذي تريدين معرفته فعلا هو كم من الوقت عليك أن تلعبي دور السيدة، فلا تقلقي يا كارولين، سوف تكونين في شقتك غدا وقبل موعد الغداء. فكرت بالتصوير المقرر في صباح اليوم التالي عند باولو وهو دار أزياء جديد، فهزت رأسها لتقول يجب أن أكون في شقة هذه الليلة، فلدي ارتباط مع، ولكن هذا مستحيل. لا شيء مستحيل، ألم تثبت ذلك طوال الصباح؟ ورغم ذلك لن تعودي إلى ميلانو قبل الغد، قالت كارولين بغضب وهي تدير رأسها لتواجهه. تجعلني أبدو وكأنني طرد بريدي ترسله متى شئت، هذا ما تظنه أنت بالفعل. فأنا عندي قدرة وافية في أن أعود بمفردي، شكرا لك. ثم أبعدت وجهها عنه وثنت يديها وأخذت تحدق إلى الخارج. من المؤكد أن هناك رحلة إلى ميلانو هذه الليلة. قطب أدريانو حاجبيه. لقد أحضرتك من ميلانو وسوف أعيدك إليها بنفسي، قالت بسخرية. إنه فعلا عمل نبيل وبشكل ملحوظ، لكن علي أن أعود الليلة، لقد قلت لك إن لدي ارتباط مع باولو ولن أتحمل خسارة ذلك. ألا تخجلين من نفسك؟ اسمعي، لا رغبة لي في سماع تفاصيل ذلك اللقاء، أستطيع أن أؤكد لك هذا. فغرت كارولين فاها بدهشة. عن أي لقاء تتكلم؟ وإن كنت تخشين أن يدري ذلك الرجل بأمري أو أن يعرف من أنك أمضيت ليلتك معي، من المؤكد أنني لن أمضي ليلتي معك، قال أدريانو بتوتر. هي له من تحليل عظيم في الكلام الذي أشرت إليه، لا داعي لأن تقلقي منه، فلن يعرف حبيبك برحلتنا الصغيرة هذه. اسمع يا هذا، إن باولو ليس حبيبي، إنني أتكلم عن ارتباط عمل.
لقد سبق وقلت لك أن التفاصيل لا تهمني يا كارولين. وكان صوته باردا وحادا، تناول سماعة الهاتف من مكانها وقدمها لها. اتصلي بباولو وأخبريه بأن هناك تعديل في الخطة وبأنك لن تتمكني من موافاته هذه الليلة. حدقت كارولين في وجهه مندهشة. أعرف لماذا جدتك تعاني من المرض، ذلك لأن عليها أن تجد الطريقة المثلى في الأخذ والرد معك يوما بعد يوم. لقد كان هذا اختيارك بالذات. هيا اتصلي به أو دعيه ينسحب كما تفضلين. الأصح أن تقول أن أفي بوعدي معه لا أن أنسحب، فإن أردت أن تستعمل الاستراحات الأمريكية عندما تعرض طلباتك فعلى الأقل حاول بطريقة أخرى. على أي حال لا أستطيع الاتصال به لأنني لا أحمل رقم هاتفه. قال أدريانو ببرودة. اسألي الاستعلامات، وإنني أقول في أنك ستندهشين عندما تعرفين أن إيطاليا بلد متحضر جدا وستجدين دليلا من المساعدين. لن يساعدني ذلك الدليل من المساعدين لأنني لا أعرف عنوان باولو. كل ما تحتاجينه هو اسم عائلته. عرفت بأنها اللحظة المناسبة لتوضح الأمور ولتشرح بأن باولو اسم الشركة ليس إلا وليس رجلا، لكنها أيضا فرصة مناسبة كي تجعل من أدريانو ساباتيني غبيا جدا. قالت بعذوبة. في الحقيقة لا فكرة لدي عن اسم عائلته. قال بتحفظ شديد. فهمت، لديك ارتباط، موعد عمل، نعم، ومع رجل، ومع ذلك لا تعرفين اسمه بالكامل. قالت وهي ترفع يدها وتتفحص أظافرها بعناية. لا أخشى من أنني لا أعرف ذلك، فكما ترى إنني لم أحدد الموعد بنفسي لأن سيلفيو اهتم بالأمر بنفسه. سيلفيو يقوم بهكذا ارتباطات من أجل مصلحتك. أسندت رأسها فوق جلد المقعد الفاخر لتقول غير مبالية. بالتأكيد، وعلى ما أعتقد يجب أن أتدبر ذلك بنفسي، ولكن ألا يحرجك أن تتكلمي بهذه البساطة؟ ولما الحرج؟ فالعمل هو عمل، كما أنني قصدت إيطاليا من أجل العمل فيها، فلماذا علي أن أقوم بأشياء تخفف من إمكانية كسب المال؟ قال بعد لحظة وبصوت قريب من الهمس. مع ذلك، وعندما ظننت ليلة البارحة بأنني مهتم بك، فقد أوضحت جيدا بأنك غير مهتمة بي على الإطلاق. بتاتا، لأنني أتحفظ باختياري الأفضل وهو من أمضي وقتي معه، ولست بالرجل الذي تعنيه. لا، من المؤكد أنك لست ذلك الرجل. لم يقل شيئا كما لم يفعل شيئا، وظنت للحظات قليلة من أنها أسكتته أخيرا، لكنه قبض فجأة على سماعة الهاتف وطلب رقما. مالت السيارة بهما في تلك اللحظة، ومال أدريانو بالتالي نحوها، وكانت عيناه تلتهبان بغضب شديد مما جعلها تنكمش في مكانها. اسمعي جيدا يا سينيوريتا، لأنه لا نية لي في أن أكرره. إنني ذاهب بك إلى بيتي وإلى عائلتي، فلو لم يكن هذا من أجل اهتمامي بجدتي لكنت دفعت بك خارج السيارة الآن وتركتك تنتظرين إلى جانب الطريق إلى أن يشفق عليك أحدهم ويتكفل في العودة بك إلى ميلانو. لكنني قطعت وعدا على الأميرة وقلت لها أنني سأسألك المجيء معي، وقد وافقت ولا أدري لماذا، ولذلك وبقدر ما أنت تحت حمايتي. قالت بجدية. إنني هنا لأنني اخترت ذلك بنفسي في استطاعتي الاهتمام بنفسي، وعندما تفهم ذلك جيدا أعتقد أننا سنتفق عندها على الرأي. أما بالنسبة لقولك أنني تحت حمايتك، أود أن أعرف جيدا ماذا قد يحدث إن لم أكن فعلا. نظر أدريانو للحظة إليها ثم منحها ابتسامة باردة للغاية مما جعل الدم يغلي في عروقها، وقال بلطف: حاولي أن لا تطيعيني، وربما عندها تعرفين ما قد يحدث. مال إلى الأمام ونقر بيده على الزجاج الفاصل بينه وبين السائق، فانتقلت السيارة بسرعة فوق الطريق، ومضى على كارولين لحظات طويلة قبل أن تهدأ وتتذكر بأن الفخ الذي أعدته لم يكتب له النجاح،
فما زال أدريانو ساباتيني يعتقد بأنها تزيد مدخولها بعلاقاتها مع الرجال، وأحست بأن السيارة توقفت خارج حاجز مؤلف من سلسلة حديدية، ورأت طائرة صغيرة تنتظر مثل طائر فضي أنيق قرب موقع الإقلاع. لم تتفوه كارولين بكلمة، فلتدع ذلك اللئيم يظن ما شاء له من الظن. كانت الطائرة مريحة جدا، بدت أكثر رفاهية من سيارة المرسيدس. قرأت ساباتيني وقد كتبت على جسم الطائرة، ورسم فوق الاسم رسما لأسد ودرع، وظهر في داخل الطائرة نفس ما رأته على جسمها من الخارج، وفوق المقاعد الجلدية المريحة، وفي قمرة قائد الطائرة ومرافقه، حتى على فنجانين القهوة التي أحضرت بعد لحظات من تحليق الطائرة في الجو. رفضت كارولين القهوة لكنها وافقت على مجلة عندما عرضت عليها. كانت الرحلة قصيرة، تعدت الساعة ببضع دقائق، وقفا بعد ذلك فوق طريق معبد في مطار سيامبينو. سألت بصلابة: ماذا الآن؟ كانت يد أدريانو قريبة من مرفقها وهو لا يشعر بذلك. تكلم أخيرا: الآن سننتقل إلى السيارة. كان عليها أن تهرول لتلحق به وتحاذيه مع خطواته الطويلة وطريقة مشيته التي لا تحتمل، وكان هذا الشيء يبدو غريبا عليها لأنها كانت عادة بطيئة بخطواتها. أبطأت خطواته عندما دخل قطعة أرض تعج بالسيارات، أشار لها أن تلحق به إلى صف من السيارات، ثم توقف فجأة. قالت متعجبة: ماذا هناك؟ هل نسي سائقك أن ينتظرك في المكان المتفق عليه؟ قطب أدريانو حاجبيه وهو يمد يده ليسحب علاقة مفاتيح من جيب سرواله. كم هو حاد لسانك يا كارولين؟ ودفع بها قليلا نحو سيارة سوداء من نوع الفيراري. هيا ادخلي، بقدر ما أسرع بك إلى زيارة جدتي تنتهي هذه المهمة بوقت أسرع. نظرت كارولين إلى السيارة بإعجاب: فيراري، نعم إنها كذلك، وهذا ما كانت تفكر فيه وهي تجلس في مقعد السيارة وتضع ساقيها الطويلتين واحدة فوق الأخرى. هذا ما تصورته قبلا، سيارة فيراري. حاولت أن ترتاح في مقعدها، لابد أن الحياة التي يحياها أدريانو صارمة إلى حد ما، فلا عجب إن لم يستطع أن يفهم عن الذي يعمل ويجهد في هذه الحياة من أجل حياة تؤمن له القوت. فرجل كهذا لا يستيقظ أبدا عند الفجر الباكر أو أن يسرع لتأدية أعماله حين يعود بعد ساعات طويلة كئيبا ومنهوك القوى. يمكنني أن أقرأ ما يدور في خلدك يا كارولين. توردت خدا كارولين ونظرت إليه، كان محور انتباهه كله يصب على الطريق، لكن هناك ابتسامة باردة ترتسم فوق شفتيه. إنك تحبين الدقائق والساعات التي سوف تمضينها برفقتي. آه فعلا لقد فعلت ذلك. وحولت انتباهها نحو الطريق، قرأت لائحة تشير فيا أبيا نوفو، فشعرت بخيبة أمل كبيرة. إن هذا طريق عام، قالت ذلك وكأنها تكلم نفسها. قال أدريانو: بالفعل، ما الذي كنت تتوقعينه؟ جفلت كارولين: عانيت فقط. ثم هزت رأسها لتقول: لا شيء. هل توقعت ممرا قذرا أو ربما فندق ما؟ وعاد لينظر إليها وكانت تعابير وجهه أكثر برودة من ذي قبل. لماذا يظن الأمريكيون دائما أن بلادهم هي فقط القسم المتحضر في العالم؟ قالت باندفاع شديد: الذي توقعته أنه قد يظهر الإيطاليون بعض الاحترام لماضيهم العريق، لكنني متأكدة بأنه كان أهم بكثير لو لم تمحوا التاريخ ورصفتم وشيدتم هذا الطريق العام من أن تقلقوا حول الاحتفاظ بأي شيء فوق طريق أبيا. فوق طريق أبيا، لكنها ليست، لا ليس بعد اليوم أبدا. نظر إليها أدريانو: ما الذي تعرفينه عن فيا أبيا؟ قالت بنبرة باردة: أكثر بكثير مما تتصور، وهذا بالرغم من أنني أمريكية الأصل وأنثى وكذلك عارضة أزياء.
قصدت فقط، قالت بغضب شديد. أعرف تماما ما أردت قصده، إنكم جميعكم متساوون وتظنون فقط لأن المرأة تملك الجاذبية. ضحك بلطف. أنت لا تملكين الجاذبية يا كارولين، ولكنك جميلة. توردت خجلا. الذي أردت توضيحه هو بأنني مذنب في إصدار أحكام بالجملة حول نساء على شاكلتك، أليس كذلك؟ هزت كارولين برأسها موافقة. نعم. آه يا سينيوريتا، ولكننا نتساوى بالذنب. لست كذلك. اتسعت ابتسامته. كلكن متشابهات، قالها وهو يقلد ليس صوتها فقط بل نبرة الغضب التي ختمت بها كلامها. تعتقدين عندما تتحلى المرأة بالجاذبية؟ ليس كما تظن مطلقا، الرجال أمثالك. انجرفت الكلمات من أعماق نفسها. الرجال أمثالك لا يمنحون المرأة فرصة حتى تثبت نفسها حقيقة، لكن هل يهم ذلك؟ قال وكأنه يحثها على متابعة ما أرادت قوله. نعم. هزت كارولين رأسها. لا شيء. وعادت تستوي في مقعدها لتنظر أمامها. كم يطول بنا الوقت كي نصل إلى روما على أي حال؟ ضحك بلطف وهو يترك الطريق العام. إلى روما نفسها نكاد نصل تقريبا. تحلي بالصبر ومتعي نظرك. لم تكن تريد أن تلبي رغبته، لكن كانت الطريق التي اتخذها الآن مختلفة. وخفف أدريانو من سرعة السيارة، فاستطاعت أن ترى بأنهما كانا يعبران منحوتات تذكارية من الحجر والمرمر. فكرت في أنها قد تكون خرائب، ولمعت الفكرة في رأسها بحماس. لقد كانت هذه خرائب، ولا أحد يعلم كم مرة من الأجيال وهي تقف على جانبي هذا الطريق، هذه الطريقة المعبدة من حجارة قديمة العهد. كانت هذه طريق أبيا، قال أدريانو بهدوء. نعم. التفتت كارولين نحوه ولم تنتبه في البداية بأنها تكلمت بصوت عالي. لكن الإشارة التي على الطريق الأخرى. أومأ برأسه. إنها فيا أبيا الجديدة. نعم، لكننا نحن الإيطاليون لسنا أغبياء لهذه الدرجة كي ندفن ماضينا العريق وننساه. أترغبين في التوقف قليلا؟ قالت وهي تحاول أن تظهر عدم المبالاة. حسنا. توقف إلى جانب الطريق وفتحت باب السيارة وترجلت منها. كان المكان هادئا جدا، عدا صوت همسات الرياح وكأنهما وحيدان على سطح الأرض. ورأت أمامها حجر على شكل أسطواني وخرائب من حجر القرميد مع أعمدة منحوتة. سألت كارولين بلطف، ما الذي هناك؟ إنها مقبرة سيسيليا ميتيلا، سيدة نبيلة من نبيلات روما. لكن لما هنا وخارج أسوار المدينة؟ هل قامت بعمل سيء؟ ابتسم لها. لم يدفن أحد داخل روما في العصور الغابرة يا كارولين. كان ذلك، كيف أفسره لك؟ كان ذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة. لذلك ترين معظم الخرائب الجميلة في فيا أبيا أنتيكا هي كلها مدافن. أتعني بأنها سراديب تحت الأرض للموتى؟ نعم، لكن هناك أنواع أخرى من الخرائب على فيا كذلك. وتوقف ليشير إلى شيء آخر. هناك مكان قديم جدا وله روعته الخاصة في مكان غير هذا، أتودين أن تلقي نظرة عليه؟ لم تتردد هذه المرة وقالت بحماس، نعم نعم أرجوك. عاد إلى السيارة وانطلق ببطء في طريق جانبية وضيقة إلى أن وصل أخيرا، وأشار أدريانو قائلا، إنها هناك. أطفأ المحرك وخيم عليهما صمت مهيب. كان هناك أعمدة يونانية تهدمت لكنها كثيرة، وبعض الأعمدة الأخرى المتفرقة فوق العشب هنا وهناك. وشعرت كارولين بدهشة لجمال وروعة هذا المكان. أتودين الاقتراب أكثر؟ وافقت كارولين وهي تميل برأسها، وترجل أدريانو من السيارة وساعدها على الخروج. إننا فوق الطريق التي تعود لأجيال كثيرة مضت، إنه المكان المقدس وكان معبدا لديانا الأسطورة.
نعم هذا صحيح، كانت مغرمة بي أنديميون، فقد هبطت من الأليمبوس وقبلته أثناء نومه. ظهرت ابتسامة خفيفة حول فمه. وكيف عرفت بكل ذلك؟ توردت وجنتا كارولين وهي تقول: ولم لا أعرف ذلك؟ لأنك تظن أنك الوحيد الذي على معرفة وثيقة حول الذي قصدته فقط بأن القليل من الناس يعرف شيئا حول قصص الأساطير في أيامنا هذه. ترددت قليلا: حسنا، لقد سمعت ببعض الأساطير في ما وراء الكواليس في دار فابيانو لعرض الأزياء. كانت على وشك أن تهب غاضبة، لكنها نظرت إلى ابتسامته التي تشع بروح مرحة، فهون من غضبها لتقول: لا، ليس تماما، كانت جدتي ملاعة بتلك الأساطير والخرافات، وكانت عندما تضعني في سريري كل ليلة تسرد علي الحكايات المدهشة والعجيبة. آه، لقد عاشت معك إذن. غرقت كارولين بالصمت لتقول في نفسها: من أجل ذلك وافقت على زيارة الأميرة، وهذا ما كادت تقوله، لكن ما شأنه هو بذلك؟ كانت الرياح تصفر بين تلك الخرائب، فشعرت كارولين بقشعريرة باردة تسري في عروقها. أتشعرين بالبرد؟ أشفلت قليلا وقالت: البرد؟ نعم، فأنت ترتجفين. ولف أدريانو ذراعه حولها: هيا دعيني أقف درعا يحميك من الرياح. قالت بسرعة: هذا ليس من الضروري، لكنني لا أود أن أعيدك إلى ميلانو وأنت مصابة بالزكام، وسوف يحاسبني سيلفيو على المحارم من أجل أنفك الذي يرشح، وعلى حبوب الأسبرين من أجل الحمى التي ستحل بك. وابتسم ليظهر لها أنه كان يمازحها فقط، ودار بها إلى حيث تشرق الشمس. انظري الآن، هذا المبنى الروماني القديم لسان سباستيانو هناك في الأمام. وحولها لتقف أمامه تماما، ويداه تستقران فوق كتفها. وهناك تيمبيو دي رومولو، أو مدفن رومولوس، أترين ذلك؟ شعرت بالمتعة ترافق صوته. هذا المكان المفضل على قلبي في روما، ويبدأ من هذا المكان إلى بورتا آبيا حيث بوابة المدينة القديمة. فإن أغمضت عينيك تستطيعين أن تتصوري كيف كانت المدينة من أجيال عديدة مضت. كم كان صوته حنونا ودافئا، وكأنه يتكلم عن المرأة التي يحب. وكأنما قلب كارولين أنبأها بشيء خطر، فتحررت من يديه اللتين كانتا تمسكان بها وابتعدت. ألا تعتقد أنه في إمكاننا أن نتوقف عن هذا الآن ونسرع بالذهاب؟ نظر أدريانو إليها نظرة سطحية: أعتذر منك، لم أقصد أن أجلب الملل إلى نفسك، ما عليك سوى أن تشيري بأنك تودين العودة إلى السيارة. الذي أتمناه هو أن نسرع بالذي جئت من أجله، والهدف من وراء زيارتي هذه بأسرع ما يمكن. قال ببرود شديد: لك عهد مني، فلسوف أدخلك إلى قصري ثم أخرجك منه بأسرع ما يمكن. قصرك؟ كررت ما قاله بعد أن أغلق باب السيارة من ورائها. إنه قصر عائلة سباتيني. اتسعت ابتسامته والسيارة تنطلق من جديد. هل كنت تتمنين بأن أكون أحد هؤلاء الأغبياء الذين يطلقون على أنفسهم ألقابا لا معنى لها؟ إذن قد أكون خيبت أمالك يا كارولين. اسم عائلة سباتيني عريق وقديم جدا، كما أنه محترم جدا. أسندت ظهرها إلى الوراء وهي تغمض عينيها وتتنهد قليلا. حسنا، لنأمل أن تبعد زيارتي هذه الثرثرة عن عائلتك المحترمة. كان القصر رائعا يسلب اللب، وكان مؤلفا من ثلاث طبقات من الحجر الذي يستعمل في رصف الشوارع. شيدت بنظام وإتقان، كما أن الباب الخارجي المقوس يحمل إشارة الأسد والدرع كما في طائرة أدريانو الخاصة. وفتح ردهة مقفلة على الطريقة الرومانية، ألقت كارولين نظرة خاطفة وسريعة على أرضية المكان المرمرية والتي امتدت إلى ما لا نهاية، لكنه كان السقف الذي سلب عقلها. فقد رفعت رأسها وهي تحدق به بذهول كبير، ورأت صورا على شكل فرس ينتقل بين حدائق من الأزهار المختلفة.
حسنا. حولت نظرها عن التصوير الرائع ونظرت إلى أدريانو، وكان قد مر من جانبها ووقف عند أول درجات السلم الطويل ويديه حول خاصرته لأنه كان يراقب نظرتها باستياء. إن كان عليك أن تنتهي من هذه الزيارة بسرعة فعلي في هذه الحال أن أرشدك إلى جدتي بسرعة. شدت كارولين من عزيمتها وقالت طبعا. تابعت خطواته إلى الطابق الثالث ومن ثم إلى رواق طويل نحو باب مغلق. طرق أدريانو الباب ثم فتحه ودخل غرفة مضيئة تشع إشراقا وبهجة. سينيورا بريسيا. أجل يا سمو الأمير. وهرعت سيدة نحوهما وهي تتجلى بثوب أبيض اللون وبدأت تتكلم بسرعة بالغة، فما كان من أدريانو إلا أن رفع يده وكأنه يشير إليها أن تتوقف عن الكلام. أرجو أن تتكلمي باللغة الإنجليزية سينيورا، ثم أشار إلى كارولين. فالآنسة لا تتكلم لغتنا. كنت أقول أن الأميرة في حالة جيدة، فضغط الدم جيد. كان الصوت الآتي من الغرفة المتصلة واهيا لكنه واضح. توقفي يا إما عن إصدار قرارات طبية فأنا بخير. هل هذا أنت يا أدريانو؟ هل هذه أنت يا حبيبة؟ هل أحضرتها معك؟ كارولين تعالي ودعيني أرى وجهك البهي. كانت الأميرة مستلقية على سرير فرش بأفخر أنواع القماش وكانت تبتسم وهي تمد ذراعيها نحو كارولين. فكرت كارولين عندما وقعت عيناها عليها بأنها على أحسن ما يرام، لكنها عندما اقتربت منها استطاعت أن ترى أن اللون المتورد هو ناتج عن الحمى، حمى تعاني منها، وأن اليدين اللتين امتدتا إليها ترحيبا بها كانتا ترتعشان. قالت الأميرة ساباتيني ترافقها ضحكة صغيرة لقد جئت فعلا. ابتسمت كارولين وهي تشبك يديها بيدي الأميرة. طبعا فقد سرني أن تتاح لي الفرصة في رؤيتك مرة أخرى أيتها الأميرة ساباتيني. تغير وجه السيدة العجوز قليلا. هي له من تعبير طويل، ألا ترين ذلك؟ أرجوك ناديني باسمي أنا. آهن ولكن أرجوك، فهذا يزيد السرور في نفسي يا طفلتي العزيزة. اتسعت ابتسامة كارولين وسيسرني كثيرا أيضا. نظرت الأميرة إلى أدريانو الذي عبر الغرفة ووقف إلى جانب كارولين. حسنا، ما قولك أدريانو؟ لقد أصريت في قولك من أن أريانا لن تستطيع المجيء بسبب انهماكها في العمل، لكنها قد حضرت. أرأيت كم أنت مخطئ في شأنها؟ قال بلطف نونا إنها ليست أريانا فهي كارولين. قالت ضاحكة حسنا هي كذلك بالطبع، إنها زلة لسان مني هذا كل شيء. وربتت على جانب السرير. اجلسي عزيزتي، يجب ألا ترهقي نفسك يا نونا وتذكري إرشادات الطبيب. الطبيب، إن تمضية ساعة من الزمن مع هذه الفتاة الرائعة ستفيدني أكثر من حبوب الأدوية. هيا يا أدريانو قم بأي عمل مفيد عوضا من أن تثرثر فيما لا نفع منه، سنكون على أحسن حال، أليس كذلك أريانا؟ نونا. نظرت كارولين إلى أدريانو. سنكون على أحسن حال بالفعل. أومأ برأسه بعد لحظات من التردد. حسنا جدا، سأجهز غرفة نومك، وعندما تجهزين ما عليك سوى أن تقرعي الجرس وسوف ترشدك إليها إحدى الخادمات. أشرقت ملامح الأميرة. آهن يا عزيزتي، هل وافقت على البقاء معنا؟ حسنا نعم، لكن فقط لغايتي. لا، لن نتكلم بشأن مغادرتك الآن. وعادت تربت بيدها فوق السرير. تعالي واجلسي إلى جانبي وأخبريني بكل شيء. أكنت في نيويورك مؤخرا؟ أما زال مسرح شوبرت قائما هناك؟ أتذكر عندما استغرقت الأميرة في نوم عميق بعد مضي ساعة من الوقت وهي ما زالت تمسك بيد كارولين. فما كان من كارولين إلا أن حررت يدها بحذر شديد ونهضت من على السرير لتجلس على الكرسي الذي كان على مقربة منها. وتضاءلت أنوار النهار لتأذن بهبوط الظلام فأغمضت عينيها وهي تشعر بإرهاق شديد.
لقد انقضى زمن طويل عندما كانت تجلس مع جدتها كمثل هذا النوع من الجلسات الحميمة، وكانت تشعر دائما بأنها مرتاحة البال ومطمئنة تماما كما هي الآن. إنها تشعر بارتياح كبير في هذا المكان، فهو يبعث إلى الطمأنينة وهدوء البال من كل النواحي، عدا ذلك الرجل الذي أحضرها إليه. إن أدريانو ساباتيني شخص لا يحتمل أبدا. تحركت في كرسيها بصعوبة، إنه رجل بكل ما في الكلمة من معنى وكامل النشاط والحيوية، فهو قادر على أن يظهر الكثير من العطف والمودة. كارولين، فتحت عينيها بينما يده سقطت فوق كتفها. أدريانو، واستوت في كرسيها. لم أنتبه لدخولك، تعالي. لكن جدتك، لا تخشي شيئا، فإنها تنام نوما عميقا. لحقت به خارج الغرفة، استدار نحوها فجأة وقال بسرعة: لماذا بقيت معها؟ فقد أخبرتني الممرضة بأنها استغرقت في النوم العميق منذ فترة من الوقت. أعرف، لكن كان يبدو لها أن وجودي مهما هناك. إنني لم أزعجها بشيء، إن كان هذا يقلقك. تأمل في وجهها للحظات، ثم تحول عنها إلى خزانة في الناحية المقابلة. أترغبين بشراب منعش؟ أخذت تخطو في أرجاء الغرفة بينما كان هو يسكب الشراب، فاقتربت من علبة مطلية بالمينا، وأخيرا وقفت بإعجاب أمام لوحة زيتية لرجل، وكانت اللوحة تلمع من شدة النور. أرى أنك تعرفت على والد جدي ساباتيني. عادت تلتفت كارولين إلى اللوحة تتأملها من جديد. هذا ما يجب اعتقاده، تبدو وكأنها رسمت منذ زمن بعيد جدا. تعود هذه اللوحة للعام 1560 بالنسبة لسجلات العائلة. للعام 1560، كم هو رائع أن تنتقل هذه اللوحة من جيل إلى جيل، لابد وأنها لا تقدر بثمن بالنسبة إليك. ابتسم بمرارة: بالفعل، فقد رسم هذه اللوحة تيتيان. اتسعت عيناها بإعجاب. تيتيان، وحدقت أكثر كي تقرأ التوقيع. لا عجب من روعتها إذن. لكنك أعجبت بها على كل حال، حتى ولو كانت غير موقعة لذلك الفنان الرائع. ذلك فقط لأنها قديمة العهد. طبعا، فهناك شيء مميز في الأشياء التي تأتينا من قرون مضت. دارت نحوه وكأنه يراقبها بنظرات غريبة، فيها شيء من الاستمتاع، وفيها شيء لم يفهمه ولم تفهمه هي أيضا. وربما تشعر وكأنك أبله إذا اعتبرنا أنك تعيش محاطا بأشياء كهذه، ولكن لا، على الإطلاق، فقد أدهشني أن أسمع تأييدا منك بالذات. على اعتباري أنني أمريكية الأصل. ارتفع حاجباه قليلا وقال بخفة شديدة: على اعتباري أنك امرأة من هذا القرن، لأننا ننتمي إلى مجتمع غير ذلك المجتمع القديم يا كارولين، وزمننا هو دمغة على أصالة موجودة بالماضي. ربما، لكن هذا لا يعتقد به الجميع، وذلك قياسا لبعض الأفراد الذين يستعملون الأفكار المبتذلة والبالية من دون تفكير وتروي. ألا ترى من أنها تصرفات خطيرة؟ أو ربما عادات نتقاسمها هي أن نصل بسهولة إلى نتائج سهلة. نقفز، القفز. لم تستطع منع نفسها من الابتسام. عليك أن تقول القفز إلى النتائج، لا الوصول. بدلها بالابتسام. ما زلت أعاني من القدرة على التعبير، إنها في غاية الصعوبة. وقفا ينظران لبعضهما، ثم تنحنح قليلا قبل أن يقول: إذن ما الأحاديث التي تداولتها مع جدتي؟ هزت كارولين كتفيها بعدم مبالاة. عن هذه وعن تلك، فقد أرادت أن تعرف كل شيء جديد حول مدينة نيويورك. هو أخبرتها بقدر ما استطعت، فلست أدري عنها الشيء الكثير لأنني عشت فيها سنتين فقط. ولقد ذهبت إلى نيويورك بحثا عن مستقبلك المهني. لا يولد أحد وفي فمه ملعقة من ذهب، لذلك انتقلت إلى هناك كي أبحث عن عمل أكسب فيه قوت يومي. هذا ما فعلته، قالت ببرود شديد.
كنا نتحدث بأمر جدتك. أرسل أدريانو زفرة حادة. نعم هكذا كنا نفعل، لقد سرني أن زيارتك كانت مفيدة لها. لماذا تدعوني باسمي أريانا؟ أعتقد بأن ذلك من عجزها وإرباكها من وقت لآخر. لم أعني ذلك بالتمام، عنيت من هي أريانا. كانت أريانا، أعني إنها قريبة لنا، وكانت تعيش هنا في هذا القصر بعد أن توفي والداها. إنها ما زالت طفلة إذن. ضحك بمرارة. كانت طفلة عندما جاءت إلينا، لكنها كبرت الآن. نعم لقد كبرت وأصبحت فتاة جميلة مدللة. سألت كارولين بعد فترة قليلة، وماذا بعد؟ بدا غير مبال وقال، وبعد ذلك تركتنا. هذا ما قاله، تركتنا، لكنها ليست الحقيقة. فكرت كارولين، أريانا تركته، لكن لماذا؟ من يدري، كانت تبدو راضية وسعيدة في البداية، لكن بعد ذلك ومع مرور الوقت رغبت بحياة مختلفة، حياة مختلفة مليئة بالإثارة والاستقلالية. كانت تشعر بأنها تعيش مقيدة تحت هذا السقف، فقد كان لي نظامي الخاص وتصرفاتي الخاصة أيضا. حبست كارولين أنفاسها، لقد كان مغرما بأريانا لأنها تستطيع أن تلمس ذلك من نبرات صوته، وكانت أريانا مغرمة به أيضا، أو ربما هكذا ظنت على الأقل، إلى أن بدأ يدير نظام حياتها. كارولين، التفتت كارولين مشفلة وكانت عيناها تتسعان وكأنها لا ترى شيئا، فقد كان أدريانو يقف قريبا جدا منها. سقط الكوب الفارغ من يدها وتحطم إلى قطع صغيرة فوق الأرض. يا إلهي، وانحنت لتلتقط القطع الصغيرة التي تناثرت في كل مكان. إنني آسفة جدا. هذا لا يهم، وقبض على رسغها ثم سحبها نحوه. كارولين، لكنها حررت يدها من قبضته. لقد ذكرت لي بأنه جهز لي غرفة نوم، أشعر بالتعب وأرغب في الذهاب إليها الآن. أود أن أكلمك أولا حول مغادرتك نهار غد. نعم، لكن لماذا كانت تلهث وتراجعت خطوة إلى الوراء؟ إنك على حق، يجب أن نتباحث في أمر ذلك، فعلينا أن نغادر باكرا جدا كي تحافظي على صلتك الوثيقة مع باولو. باولو، قالت وهي تحدق به، يعلوها الارتباك للحظة، لكنها عادت وتذكرت. نعم، فأنا لن أفقد تلك الصلة الوثيقة مقابل العالم في تمام الساعة السادسة و... لا، ماذا تقصد بقولك لا؟ كانت ابتسامته مسرة تماما مثل صوته. لن نغادر في الساعة السادسة. لكننا سنفعل. وأحاطت خاصرتيها بيديها. فموعدي مع باولو في من أجل التقاط بعض الصور. حدقت به مليا. كيف تحولت ابتسامته إلى نوع من الثقة الذاتية. لقد أخبرني سيلفيو. متى قال لك هذا؟ الصباح. وارتجفت شفتاها وهي تقول، أتعني أنك كنت تعلم طوال الوقت وجعلتني أبدو غبية أمامك؟ تقدم أدريانو وهو يقول، لقد تكلمت مع سيلفيو ما يقارب الساعة يا كارولين. هل اتصل هاتفيا؟ حسنا، آمل أن تكون قد شرحت له من أنني سأعود إلى ميلانو في وقت قد يكون متأخرا بعض الشيء لتصوير تلك اللقطات، لأن أخبرتك بأنك لن تعودي إلى ميلانو قبل عدة أيام. صرخت كارولين في وجهه، ماذا تقصد بقولك؟ إنني لن أعود. وتقدمت بضع خطوات نحوه. لقد اتفقت معك على أن أبقى فقط لصباح اليوم التالي تبا، وفي الحقيقة إنني لم أوافق على شيء، لأنك أنت الذي فرض كل شيء، فرض القرار، وأنت كنت مخطئا. فغرت فاها مندهشة، أيكون هذا بمثابة اعتذار؟ قال بلطف شديد، الذي كان ينبغي علي فعله هو أن أقول لك أنك لن تغادري إلى ميلانو على الإطلاق.